تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، صوت القاهرة في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، سوريا صناعة اليأس. إحنا كلنا متابعين الوضع السوري المأساوي، أكبر كارثة منذ الحرب العالمية الثانية. من بين معالم الكارثة إن عندنا من السوريين اللاجئين في تركيا حوالي 2 مليون سوري، من بينهم حوالي 700 ألف في سن الدراسة ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، 700 ألف تقريبا. 400 من ال 700 ألف، وده تقدير منظمات دولية، 400 ألف طفل سوري ما بقوش يتعلموا من اللي موجودين داخل تركيا. إما إن اللغة التركية موجودة صعبة عليهم، اللغة العربية قليلة، مدارس العربية قليلة، أو معهمش موارد مالية فمش قادرين أصلا يشتروا لا شنطة المدرسة ولا أدوات المدرسة ولا متطلبات العملية الدراسية. إنما الأهم هو اليأس، إن التلاميذ دول وبعضهم طبقا لهذه المنظمات بقالهم 4 سنين ما راحوش مدرسة، يعني 4 سنين سقطوا من عمرهم اللي هم سنوات الحرب السورية. طيب التلاميذ دول اللي هم 400 ألف بقوش يروحوا خلاص المدرسة، تلتين تلاميذ وطلاب سوريا في تركيا خلاص بقوا خارج الحياة التعليمية. طيب ال 400 ألف دول أو نص مليون، قول النص مليون تلميذ سوري اللي ما بقاش يروح المدرسة ده، ليه ما بقاش يروح؟ غير الموضوع المادي واللغة وإنه لاجئ وكل الكلام ده، هو اليأس من المستقبل، انعدام الطموح، فيش أمل. الأمل والطموح والمستقبل هو المحرك اللي بيخلي آلة الإنسان تتحرك، ده الموتور. أول ما توقف الأمل أو الطموح خلاص الإنسان بطل يتحرك. فدول أطفال وهم في المدرسة دايما السؤال، تحب تبقى إيه؟ أو تحب تبقى إيه وأنت تلميذة؟ اللي عايز تبقى طبيبة، اللي عايز يبقى ضابط، اللي عايز يبقى طيار، اللي عايز يبقى صحفي، اللي عايز يبقى رجل أعمال، كله عنده طموحه. طيب إذا أصلا مفيش طموح، إذا أصلا مفيش أمل، إذا أصلا مفيش وطن، إذا هيستمر مشرد هو وعائلته طول الوقت، إذا كل هدف يطلع من تركيا عبر أي قارب يقدر يوصله إلى شواطئ اليونان ولا أوروبا، وممكن يموت في الطريق، وإذا وصل هيتبهدل أو يموت مرة أخرى في الطريق، إذا ده المستقبل بتاعه، تقوم تقول بقى ذاكر فيزياء وكيمياء ورياضيات، روح درس النحو والقواعد واللغة العربية، تعالى احضر بدري طابور الصباح عشان تكمل العملية الدراسية. اليأس صناعة زي ما الأمل صناعة، والغرب ساعد في تعميق الأزمة السورية وغيرها من أجل تكريس صناعة اليأس في بلادنا. فاحنا لابد نقاوم هذه الصناعة الكريهة بصناعة الأمل، لابد أن نبث الأمل في صفوف شعبنا العربي من المحيط إلى الخليج وكل أجيال القادمة. في دول كتير اتبهدلت قبل كده وطلعت مرة تانية، الاتحاد السوفيتي اتقتل منه، الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية قتل من جنوده ومواطنيه 29 مليون. دلوقتي شايفين روسيا قوة عظمى، وهو كمان كان قوة عظمى قبل سقوطه سنة 91. فيتنام 4 مليون قتيل اتدمرت تماما، وانقسام اجتماعي وسياسي وشيء مروع. فيتنام حاليا دولة ناجحة مزدهرة. فلابد ان احنا في وسط هذا الهشيم وهذا الحطام وهذا اليأس المتمدد على أرض بلادنا، لازم نزرع الأمل ونقول لأطفال سوريا والعراق واليمن وليبيا وكل الدول العربية، هناك أمل، هناك مستقبل.